مرحبا. طبعا انا يسعدني كثير ان تكون وياي بالصفحة، ويسعدني كثير انه اخلي يصير اكو لقاء مباشر بينك وبين الناس اهلنا العراقيين. استاذ زهير الجزائري هو كاتب عراقي من مواليد النجف عام 1943، درس الادب الالماني في جامعة بغداد والانجليزية في كامبريدج لندن. له روايات وكتب عدة، منها المستبد، صناعة قائد، صناعة الشعب، وروايات بينها الخائف والمخيف، حافة القيامة، مدن فاضلة. الكتاب الآخر النجف، الذاكرة والمدينة. إذا نبدي من المكان العاطفي. هل النجف ذاكرة الذاكرة والمدينة هي بحد ذاتها خصوصية النجف؟ تاريخ النجف، تاريخ المعاصر الحديث للعراق أيضا من خلال أزقة النجف؟ نعم، النجف كمدينة أشبعت بالمقدس، وبعد أن زرت متحف النجف نفسه في فترة ووجدت أن المتحف الشمع وهو سلسلة من العمائم من أول قاعة إلى آخر قاعة، تخترق اثنين من الأفندية عندهم تماثيل، هما جعفر الخليلي والجواهري. صار عندي إحساس بأنه أعيد تشكيل المدينة، خاصة وأن المدينة نفسها، المحلة اللي أنا عشت بيها بعد زيارتها بعد فترة طويلة، مسحت من الوجود، وهي محلة العمارة والمحلات الأخرى نفس الشيء. وحسيت أن المدينة تتغير هويتها من خلال هذا المعمار الجديد اللي أسميه بأدب جم، هو معمار نغل ما إلى أصول ولا صلة بهوية المدينة وتكوينها السابق. فحسيت بنوعة أنه شيء انتزع من لحم جسمي اللي هو المدينة اللي كونتني. اثنين، أنه أنا بدت أسوي نوع من البحث عن الذات، لأنه أحس أن تناقضاتي الشخصية بمختلف أشكالها بها جزء من تناقضات النجف، بين الثقافة الدينية والثقافة العلمانية، بين المدينة العطشة وكونها على مسافة قريبة من الفرات، بين الطابع الاجتماعي المتزمت والتمرد الموجود في المدينة. وأنا من جيل الستينات اللي حاولنا أن نخلق الثغرة في جدار هذا المقدس بتكوين شيء أدبي مختلف عن السابق. فكتبت الكتاب وهو مثل ما ذكرت هو بحث عن الذات وبحث عن المدينة، وهذه المدينة ما فيها في داخلي وما فيها في داخل هذه المدينة. فعملت نوع من الريسيرش لأنه ذاكرتي ضعفت باتجاه المدينة بعد فراق أكثر من 40 سنة، فعدت إلى المدينة وأنا أبحث فيها عن الشكل الأول للمدينة. شو وقت طلعت؟ شو وقت رجعت؟ طلعت سنة من المدينة، طلعت قبل هذا الوقت، ولكن أنا غادرت العراق سنة 1979، 6 تموز 1979 طلعت من النجف في الستينات، يعني أواخر الستينات، ودخلت في أجواء بغداد، وأحياناً أرجع للمدينة. وبنفس الوقت العودة إلى المدينة، لقيت المدينة مو هي، لأن الناس اللي كنت أعرفهم في المدينة تقريباً أغلبهم تركوا المدينة إلى بغداد أو إلى الخارج، والمدينة اللي شفتها أيضاً متغيرة كلياً، يعني معمارها وشكلها، بحيث أنا كنت أبحث بالمدينة عن بيت جدي، بيتنا في حي السعاد، والبحث هو آسفين على هذا القطع. هو بحث عن الذات في نفس الوقت. فقلت أكتب الكتاب، وبديت ب10 صفحات. طلبوا مني مرة في باريس، كان أكو ندوة حوارية عن النجف، وطلبوا مني أن أكتب شهادة، فكتبت شهادة 10 صفحات فولسكاب بخط واسع، لكن اكتشفت أن هاي المدينة مخزونة، بس مجرد جرب ذاكرتي لقيت أنها موجودة في كل ثنايا وأقدر أوصفها بشوارعها فشجعني على كتابة الكتاب، لأنه كنت أحس أن أنا مغترب وما من حقي أن أكتب عن المدينة.
ولذلك بالمقدمة مال حسيت إنه أنا أدخل المدينة وثلاث أشياء تلومني. أولاً فارقت المدينة، ثانياً كثرة الأموات اللي إجوا وأنا كنت ما موجود ولا ساهمت في أي شيء بالمدينة خلال هذه الفترة، وثلاثة حسيت إن الناس بيسألوني وين كنت لهذا المعنى. فأنا مو اعتداء ولكن نوع من حاولت أن أصل نفسي من جديد بالمدينة. فكتبت الكتاب، وأثناء الكتابة كانت تجيني الأشكال بشيء من التحدي إنه هذه المدينة المقدسة هي مدينة بالذات بها عيوبها وناسها وأشكالها، من المرابي إلى يعني الليزبيان إلى الهوموسيكشوالز إلى كل شيء، القبور، الموت كحرفة، النفاق الموجود بالمدينة بما في عائلتي وأبوي وأمي، نوع من الاعتراف أمام المدينة وتقديم المدينة كمدينة حقيقية بالإضافة إلى المقدس الموجود فيها وهو صحن الإمام علي، لكنه حول محيط المدينة أسواق وتجار ومهن متعددة، فحاولت أن أجسد المدينة بهذا الكتاب. يعني أنا ما أريد أن تزع، يعني أروح إلى سؤال آخر وأبتعد عن هاي الحميمية. كلش أنا حبيبة أزقة وحبيبة بغداد القديمة وحبيبة ستينات. يعني هاي الفترة اللي إنه تكون شاهد بصراحة، يعني إحنا كأجيال جديدة من خليني أقول وتبر شهود العيال الموثقين الكتاب اللي راح نكون شاهد على هذه الحقبة وندون عنها، سمعنا في السماع وفي القصص وفي الفوتوغراف وفي الفيديوهات عن بغداد وعن العراق وعن المدن العراقية في الستينات اللي سميناه العصر الذهبي. الأكثر إيلاماً يعني حالياً يستحضرني بالنسبة لزهير الجزائري أنه شاهد على حقبتين على الذهب، أيوة، على الفترة اللاحقة وعلى الفترة الرماد. يعني كيف تنظر بعيونك نفسهم إلى هاتين الحقبتين كروائي كموثق كشخص صاحب مسؤولية إذا تاريخين فيهما الكثير من التناقضات والكثير من الاختلافات، خصوصا في مكان مثل العراق؟ يعني احنا عندنا انتقالاتنا ما انتقالات منطقية، انتقالات صاعد نازل دمويا، انقلابات إلى آخره، حتى التغير الاجتماعي تبعا للتغير السياسي. شوفي، يوجد بالذهب يوجد رماد، أيضا يوجد برمار ذهب. أنا هذا اللي وصلت له من خلال معيشتي بالفترتين. الفترة اللي نتحدث عنها اللي تعتبرها هي ذهب، هي أيضا فيها رماد. إحنا كنا بشتى اتجاهاتنا السياسية ككتاب خارجين من تجارب مرة، كيساريين كنا خارجين من فترة ازدهار يساري ومد يساري إلى فترة مذبحة في 63، وكانت فترة انتكاسة بالنسبة لنا. مشروعنا السياسي كيساريين كان في انتكاسة، ولذلك خرجنا من سجون ومن معتقلات إلى الحياة بعد أن شيء في داخلنا الدوار. القوميين والبعثيين نفس الشيء، كانوا عايشين فترة أنه راح تحقق الوحدة العربية وإلى آخره، وثم اكتشفوا أنه انقلب عليهم عسكري ورجعوا ضحايا مثلنا. فاثنين يعني القسمين السياسيين كنا نعيش هاي هذا عادي طبيعي. احنا اهم شيء بالمناسبه خليني شويه اضيف تعليق على هذه. الاستاذ زهير الجزائري مغادر اليوم، فلهذا كانت فرصه ثمينه جدا انه اعقد هذه المقابله معه واتكلم معه ككنز عراقي. ما زال بالامكان انه نرتبط بهذا الارتباط المباشر.
فالعائلة هنا هم منتظرين إني يودعونه. لكن شيء جميل أنا سرقته لكم بصراحة من كل أجواء التوديع حتى نروح إلى هذا الحديث وهذه المشاركة. أنا راح أرجع حالياً دعونا بالحوار، لكن وبعدين راح ناخذ أسئلتكم لما أطلب من عندكم إنه تبدأون الأسئلة حتى أنا راح أقرأها وأوجهها بشكل مباشر وتسمعون الأجوبة. لكن خلونا نستمر شوية. أنا هاي أول مرة أكون مع الجمهور يعني مباشرة، بحيث يسألني ولا لا بالتلفزيون لو مثلا الكتاب، فهاي أول مرة أكون هالشكل. تمام. هاي يعني هو هاي شفنا احنا الشباب اللي نسوي طلايب. فمثل ما ذكرت إنه أكو رماد بالفترة الذهبية اللي أشارت لها الزميلة، وفي نفس الوقت أكو ذهب في الفترة الرمادية. أنا انفصلت عن العراق فترة 26 سنة، وطوال هاي فترة 26 سنة أبداً ما حلمت أنا موجود في لندن، ولا مرة حلمت أنا موجود في لندن. كل أحلامي أنا بالعراق. أحياناً أدخل العراق بالليل وأخاف من النهار، أحياناً أدخل العراق متسلل وأضيع جو السفر. هاي أغلب الأحلام تجي الشكل. وما كتبت أي شيء عن لندن، وأولادي ما قالوا لي أي كتاب من عدا كتاب واحد بالإنجليزية طلع، فما قالوا لي، ما يعرفون إيش أكتب. هاي أقولها للناس اللي الأصدقاء والناس اللي يقولون جايين من الخارج، هاي الشكل من الطائفية الجديدة الثقافية، إنه جماعة الخارج وجماعة الداخل. إحنا كنا جماعة خارج وجماعة داخل في نفس الوقت. فالمهم إنه من رجعت إلى العراق، رجعت يوم 26/4/2003، ورجعت من دبي إلى بغداد بعد سقوط التمثال، ما أقول تحرير ولا احتلال. رجعت إلى بغداد ومليان بالأحلام، وجدت إن في داخل التقيت بأصدقاء أيضا مليانين بالأحلام. فالأشياء كانت، اكتشفت إنه إحنا المثقفين كنا أضعف فئة في المجتمع العراقي، لأنه البلد مليان بالعنف، العصابات الجريمة العادية، عصابات الإرهاب، فلول النظام السابق تلعب بالبلد لعب. احنا اضعف، فكنا نروح الى في المكان ونخاف حتى بالطلعه، يعني نحس اجسامنا مرصوده. فكان عندنا احلام كثيره ان نريد نحققها. كنا نعتقد ان الطبقه الوسطى العراقيه اللي انسحقت خلال هذه فتره الحصار والحرب والى اخره ممكن تستعيد جزء من دورها، ممكن تتنفس وترجع وتساهم في الحياه. فكنا نفكر بمشاريع كثيره، وكان ملتقانا في مقهى اسمه حوار، مقهى ومكان فني اسمه حوار، ويومين قاعد حوار بالضبط. زين، تحياتنا لقاسم سبتي. اعتقد ان قاسم سبتي هسه دا يتابعنا لانه هو يتابع اللايفات. سلامنا الى من واشنطن. فكنا نقعد يوميا نقول شو نسوي بالضبط، والاشياء المطروحه علينا كثيره جدا. واحد من عندها انه شلون نخلي الناس يساهمون في إعادة التراث المسروق، يعني سواء الوثائق والتحف بالمتحف وآثار العراق والأشياء المهمة وعلى آخر. واحد من عندها هي هذه، تنتهي بأنه شلون نقدر نساهم في خلق حوار بين فئات المجتمع المختلفة والمفترقة أحيانا، حوار ناعم الحواف مالته غير حادة، وشلون نقدر نسوي صحيفة أو منبر لهذا الحوار بين الأطراف المختلفة، ونعيد صياغة شكل الحوار من الشكل العنفي اللي كان سابقا إلى ثانياً. شلون نتحدث للأجيال مثل جيلك أنت، شلون نتحدث وياهم ونقول لهم بأنه ذولا فتحوا عيونهم شافوا العراق هو خنادق وحرب مستمرة، أما قاتل وأما قتيل، وذولا تعودوا على أن يسمعون فقط صوت واحد اللي هو القائد الكاريزما، وما متعودين على هاي التعددية اللي كانت في أول أيام تبدو مجرد فوضى لا أكثر.
والشغل الإنسان بكثير من الأشياء. فمن إجينا للعراق شفنا هذا الشيء. أنا بالإضافة إلى هذا كنت أسجل يوميات دقيقة، يوميات يوميا أقعد أكتب أشياء شايفها وبعدين حتى ما أعرفها، وسميتها بالكتاب مالتي اسمه قصص مكتوبة، لأن قصص ما إلها بداية ولا إلها نهاية. هذا ضمن كتاب اسمه حرب العاجز. حرب العاجز. حرب العاجز. حرب العاجز عنوان الكتاب سيرة وعائد سيرة بلد. هو عبارة عن سيرة، خلينا نسميها سيرة روائية. سيرة روائية لشخص رجع إلى بلده واكتشف أن هذا البلد يعني مو هو اللي تركه، يعني يختلف تماما عنه. حرب. إذا هي حرب. حرب. وأنا حتى كنت بين أهلي. سؤالي، هل يعني أنت اخترت حرب العاجز في العراق؟ وللأسف نقول يعني أن العراق بلد حرب. أي صحيح. نقرأ حرب ونعيش حرب. حرب. ونخاف من حرب أيضاً. أي صح مقبلة صحيح. زين. اختيارك لحرب العاجز إنه هل فعلاً للعاجز أو لمن لكل واحد يشعر بالعجز هنالك حرب؟ هي حرب ما هو نوعها؟ هي أيضاً حرب بنات. أي صحيح. هذا الفصل اللي كتبته اللي هو يشكل عنوان الكتاب هي سنة 2006 و 2007 اللي هي سنوات سنتين المشؤومة للحرب الأهلية أو حافة الحرب الأهلية، أحيانا جزء منها وأتعس من الحرب الأهلية لأن دي هواية من التمثيل. الحرب هي مجرد أطلاق رصاصة تصيب جسد آخر، لكن هذا جزء من التمثيل، كان بالحرب جزء من التمثيل والانتقام والوحشية فيه. فأنا كنت أعيشه وما أقدر أسوي شيء، ما أعرف أسوي أي شيء في هذه الأجواء، محاط بمليشيات مدرعة حتى الأسنان بالخناجر والسيوف والطلقات، ومحاط بعالم مخيف، ومحاط بجيران خائفين، وشارعنا من بداية مغلق بجذوع شجر ومن نهايته بجذوع شجر وبتايرات محروقة، وما حد يطلع من البيت في هذه الفترة. وشاهدت من أول يوم إلى آخر يوم، حتى كنت أقدر أروح للحلاق. كنت منطقياً وين بالمنطقة؟ بالجغرافيا. شارع فلسطين. شارع فلسطين في بغداد. نعم. كنت أقدر أروح للحلاق. فكرت ثلاث مرات. أول مرة أركب سيارة التاكسي أريد أعرف سائق التاكسي، شوف شلون سللت الطائفية إلى داخلنا. أريد أعرف سائق التاكسي هو سني لو شيعي. وهو ايضا اللي يعرفني السن وشيء، فكنا كل واحد يتيه لغته على الاخر ونحكي بمواضيع لا يلمس منها اي شيء. ثم بعد ذلك تروح الحلاق، بعد ما حكى وياي السائق، بعد ذلك اروح الحلاق افكر يا حلاق اللي اقعد عنده وما يذبحني بالموس. فاخذني السائق التاكسي وهو يفهم بالضبط هاي القصه وعرفها، قال لي انا راح اوديك الحلاق امين، مو حلاق يعني ماهر، حلاق امين. فوداني الى حلاق مسيحي ببدايه فشل. وهنا انتخبت مع المسيح، شفت مريم العذراء منا وشفت المسيح منا وطمأنيت انه خلص بالسيف. فهذا الجو المخيف اللي كنا نعيش به ونطلع ونشتغل به صحافه ويوميا، وطبعا انا كنت رئيس تحرير بهذه السنوات، عندي ثلاثه انقتلوا بشهر واحد من المراسلين، وكنا مهددين وشون نطلع وشون نشتغل وتعرفين أجواء الصحافة. أنا كنت أقود مؤسسة أصوات العراق اللي هي الوكالة الأنباء، فعايشين بهذا الجو يومين، أسمع فلان واحد يقول تهددت، فلان واحد أنا راح أطلع، القصص هذه اللي يواجهها الصحفي والكاتب في مواجهة العنف. ففترة كانت صعبة جدا عشناها، بس هذا العراق اللي هو خراب يتآلف به بشكل مثل النسيج الزولية المقلوبة، الإرهاب والعنف يتداخلون به بحيث واحد ضد الآخر، لأنه جنة الفاسدين هي البلد الغير مستقر، ووسيلة الإرهاب للاختراق المجتمع هي الفساد، إفساد الشرطي، إفساد الكذا، إفساد الضابط، وإفساد الآخر، إلى أن يقدرون يشوفون. وشفنا هاي القصة إلى أن وصلت قضية الموصل، شلون داخل الإرهاب والفساد إلى حد بعيد بأشكال ما يسمى الجنود الفضائيين والضباط الفضائيين وإلى آخره. فعشت هاي الفترة وما أقول إن آمالي راحت، لا، أحس إنه في هذا المجتمع بذرات قوية جدا للمدنية،
واحدة من أشكالها هذه استمرار التظاهر في بغداد، واستمرار مو بس استمرار التظاهر، إنما استمرار كان تظاهر سلمي. أنا أعتقد هاي قوة نفسية قوية جدا، تكبح نفسها وتكبح غضبها في سبيل أن تحقق مطلبها بطريقة قانونية. نعم يعني دقيقة راح نرجع لهذا الموضوع. أنا أبدي أخذ أسئلتكم، راح أروح لمحور وأتمنى أنه أبدي أخذ أسئلتكم حتى أطرحها بعد هذا المحور اللي مقبل، نطرحها بشكل مباشر على الأستاذ زهير الجزائري الروائي والكاتب والصحفي العراقي. أستاذ زهير، أنه نعود الآن إلى شيء آخر شوي أكثر يدخل إلى قضايا الأدب العراقي. الأدب العراقي، هل تستطيع خصوصا فيما يخص أدب التوثيق، أدب الحرب، هل الأديب الروائي العراقي، أو خلينا احنا نسميه شاهد العيان، هل ناقش قضاياه بجرأة، تجاوز حدود التابوهات والخوف مع الكتب والكلمات وتوثيق هذا؟ هل تجرأ أم هو أيضا تخندق خلف متاريس ومخاوف وجهات مثل ما دا يصير بالواقع العراقي اليوم؟ خليها بالتناقضات، يعني بكل تناقضات. القول بأن الأديب موثق لما يحصل صعب أن نقول غير متأثر بالاستقطاب الاجتماعي، لأن الطائفية متسللة واستطاعت تسلل إلى جسد الثقافة العراقية، دا نسميه جسد دنيا أجساد. وأقرأ في كتابات وفي تعليقات وفي كثير من الحس الطائفي موجود عند المثقفين. المثقفين أيضا كثير من عندهم هم عندهم موقف عقلاني في مواجهة الطائفية إلى حد بعيد، لا من المسألة هذا من حواراتهم، من كتاباتهم، من شكل أدائهم. الأدب العراقي طبعا عموما الأدب العراقي متأخر قليلا عن الفترة اللي يعيشها، ومو بس الأدب العراقي، أيضا كل الآداب العالمية، خاصة في مجال الرواية اللي هو مجال اختصاصي. صعب جدا أن واحد يكتب شيء عن الفترة الموجود بها، ولكن احنا نعيش اسبوع ايام الادباء العراقيين يحصلون جوائز عالميه وعربيه ومحليه، وهذا دليل على شيء. اولا على كثافه التجربه اللي عاشوها العراقيين خلال هذه الفتره، من الحروب الى الحصار الى، وفي نفس الوقت قدرتهم على التعبير عنها، لان ارتنت لغه الادب العراقي باللهجة الدارجة العراقية، بالمفردات الجديدة، المفردات اللي دخلت حياة وإلى آخره، دخلت في صلب الأدب العراقي. اثنين، أنه صعب جدا على الأديب العراقي الآن أن يفلت، يحتاج إلى كثير من العزم والتجرد حتى يفلت من وطأة الأحداث الحالية اللي يعيشها الأديب العراقي، لأنه أحداث نقدر نسميها مصيرية وعالية، بها قضية الموت والحياة واحد من عندها. أنا شخصيا مو من الناس اللي عايشين دائما بالعراق، ومو من الناس اللي كل يوم يطلعون ويتمشون وإلى آخره، ولكن على الأقل فد 7 أو 6 مرات أنا نفسي أشفت حادثة الموت، ويعني حافة الموت بالضبط. فكل أديب تعرض إلى شيء يخصه هو ويخص المجتمع المحيط به ويخص عائلته وإلى آخره، فصعب جدا أن ينكتب. أنا أعتبر هذا خزين لمرحلة لاحقة مهمة جدا. التوثيق أصبح جزء من النتاج العراقي، التوثيق سواء التوثيق التاريخي أو توثيق الحاضر. روايات حصلت على جوائز، شو اسمه، أحمد السعداوي، تحياتنا أحمد السعداوي صديق أحمد السعداوي، وروايات عديدة مست جوهر الوضع الحالي بشكل دخل بها الرمز والحاصل، روايات سنان أنطوان اللي أيضا مست الوضع الحالي، العديد من روايات علي بدر مثل هذا أحمد مختار، أغلبها مست الوضع الحالي وما راحت، ما انتظرت فترة طويلة إنما سجلت نتاجها. ولكن
يوجد ايضا ادب تسجيلي اقدر اسميه شكل من النص المفتوح اللي هو يشبه اليوميات الحاليه، مجرد تسجيل اليوميات انا اتصوره فت قضيه مهمه. اعتقد واحد من مهماتنا الان ان نوثق المرحله بالشكل التالي، نعم، ان نسجل اكثر ما يمكن من الاحاديث والتجارب. انا يومين اركب مع سواق تاكسي، كنت ببغداد، وسواق التاكسي خاصه بالمسافات اللي تكفي لروايه قصه عندهم خزين من القصص شاهدوها خلال تنقل بالشوارع او تمس حياتهم. شو اسمه، انا من كنت ببغداد استلم 3 مكالمات اسبوعيه من سواق تاكسي وصلوني الى البيت. فحشوا لي قصه شخصيه، وبعدين قلت ليش مسوون هالشكل هذا تحلون القصه؟ فقالوا لي استاذ ممكن تعطينا تليفونك نخابر بفتره اخرى. نعم. لان اكو جيل شاب هواي بحاجه الى جيل اكبر من عنده يسميه جيل الحكي. وانا احس انه الاجيال الشابه الان اللي هي حايره واللي عاشت فتره العنف واللي ما عاشت ما تراكمت عندها الحكمه، لانه مثل ما ذكرتي انت اكو فتره تقطع الثانيه مباشره بدون ان تكتمل مرحله كامله، فما يصير التراكم بالتجربه ونضوج بالتجربه بحيث واحد يرويها بشكل كامل. الانقلابات تقطع الحياه، تقطع الحياه، تقطع الحياه، وتجي مرحله جديده ونبدا من الصفر مره ثانيه، نجدد حياتنا كانه بدايه صفر. فهذا خلى الاجيال الشابه الجديده ما عندها خميره تجربه مهمه، مع انه هي عاشت اشد التجارب توترا في هذه الفتره. فاعتقد ان التوثيق نقل الماضي الى الحاضر. صديق الروائي ميثم الحلوي سلم عليك. اهلا وسهلا يا ميثم. ايضا عندنا هنا سؤال من سيد فراس، يقول اني اتوقع بل متاكد انه اكو حرب اشد من داعش سوف تاتي في العراق بنية أمراء الحرب الذين يقودون الآن الحرب ضد داعش. يعني هذا سيد فراس أيضا يطرح جزء من المخاوف إلزاء مرحلة ما بعد تحرير الموصل طبعا من الحرب المقبلة. إحنا العراقيين قلت لك إحنا دائما ننتظر الحرب المقبلة، نعيش دائما بين الحربين. فهل تتوقع أنه إذا راح أخذ السؤال راح أختصر به كل ما مرحلة ما بعد داعش بلس الأدب العراقي، الآراء ماذا تتوقع إذا نخبط هذه الخبطة العجيبة اللي في العراق لنا الآن؟ هناك مطالبات بالإصلاح، بإصلاح، وهناك تيارات عديدة دخلت في هذا الموضوع، من ضمنها التيار الطبقة الشعبية الواسعة والناس اللي نقدر نقول المهمشين والمظلومين من التيار الصدري، بجانب المدنيين، وإذا إلى جانب هذه النوع من الجدلية أيضا حول إسلاميين ومدنيين. نذهب إلى قصة أخرى، الحرب الحالية هنالك حساسيات أيضا ومخاوف من ارتفاعها بين السنة والشيعة، هنالك مخاوف من أن تقسيم العراق إلى دويلات وإلى أقاليم موزعة طائفيا بعد تحرير الموصل. ما هي يعني كيف يتعامل خلينا نقول بالأول الصحف الإنسان المواطن العراقي، ومن جانب آخر الروائي والأديب العراقي بصراحة خلينا نسمي المجروح اللي يريد يجمع أشلاء بلد يخليها في رواية؟ شوفي أنا ما أتوقع، لن أتوقع أي شيء، لأن السبب التالي: من 2003 إلى لحد الآن نسبة 80% من توقعاتي كانت خطأ، لأن العراق فد بلد هو غير متوقع، بالإنجليزي يقولون unpredictable، ما صعب التوقع في شيء، يعني كثير أشياء توقعناها ما صارت، وتوقعنا الشؤم وهو الحرب الأهلية اللي راح تستمر ولكن أيضا لم تحصل. فالتوقع من الجانبين أكو يعني الجانب الإيجابي والجانب السلبي. لكن أحس إن ما بعد داعش هي راح تكون مفصل مهم جدا بسبب التعارضات اللي الموجودة في بين الأطراف مختلفة، تعارض بين الميليشيات والدولة الرسمية، تعارض بين السنة والشيعة اللي هو موجود هنا،
وتعارض بين الكرد والعرب، وتعارض بين سكان المدينة والقوات اللي اجت لها واللي سببت انفجار الموصل في المرة الأولى، وأيضا نفسها داعش هزيمتها لن تكون هزيمة نهائية، لأن توجد خلايا نائمة، تبقى خلايا نائمة تأثر على المدينة فيما لها. لكن أعتقد أن كل الحلول ممكن تنحل بالسياسة، بما في شكل من أشكال اللامركزية. أنا أقول أنه إذا طرفين ما يقدرون يحبون بعضهم أبداً ولا فد يوم يقدرون يثقون في بعضهم، خليهم كل واحد يكون وحدة، لأنه ممكن فيما بعد أن يصير صلة مصالح على الأقل. مصلحة الموصل بالمركز وصلة المركز بالموصل كطريق. يعني ممكن أنا ما أحبك بس ممكن تصير جيراني، مو شرط تذبحني أو أذبحك. يسمون هدنات، يعني إذا ماكو حب على الأقل هدنة. فإذا ما نقدر نوحد البلد بالحب والثقة، فخلينا نوحده بطريقة المصالح. نعم. نكونوا منقسمين ونقدر نجد جسور مشتركة فيما بعد تقدر تبني صلات، وموجودة قدامنا البلدان اللي نعيش بها، بها كره ولاية لولاية أخرى، الجنوب والشمال، اسكتلندا وبريطانيا موجودة هذا الشكل، وموجود من شكل من أشكال العلاقات. هذا يراد للسياسيين عقلانيين جدا، والعنتريات اللي نشوفها، وآسف أن أقول العنتريات، لأن عنتر أيضا كان نفسه كشخص كان عقلاني، بحيث يقود شكل الحرب بشكل جدا، يقول أنت أهجم في مناطق الضعف، من تهزم ضعيف يهتز قلب القوي. أكو معرفة مو بس حماسة للحرب. فهذا شيء خوفي الآن من الـ الأصوات اللي تدعو إلى مثلا هسه قصة هاي الكلام اللي قاله أردوغان، وهو كلام لا يليق برئيس دولة أبدا ولا يليق حتى ببلطجي محترم في محلته، عن العراق الاستفزازي يدفع العبادي إلى أن تخوض حرب وإلا أنت ضعيف، هذا أبدا ما تشوفه عقلاني، وبلدنا يعني كأنه مكتفى من الحروب، بحيث أنه الآن لازم لازم تنحل القصة سياسيا وتنحل القضية الموصل سياسيا، لأنه إذا واحد بس يلتفت على تجارب الحروب الأهلية بدول الجوار ويشوف إلى أين أدت الحرب اللبنانية، إلى أين أدت بالنتيجة أنه كل طرف لن يستطيع أن يبيد الطرف الآخر ولن يستطيع أن يضع تحت الحذاء، لأنه كل طرف يخسر هواية شوية، طرف يخسر أقل من الآخر، ولكن بالأخير يعني نوصل إلى نقاط أنه ما من قوة قادرة على أن تدحق قوة أخرى بحيث تصفرها إلى هاي التجربة. فلازم نتعلم شلون نتجاوز الحروب، ولا وأنا عندي قليل من الثقة بهدوء حيدر العبادي، رغم كل الضغط عليه ورغم تردده فيها، أشوف بشيء من العقلانية الطريقة اللي يقود بها الحرب الحالية. أستاذ عدنا أنا آسفة، يوسف العبيدي يقول أستاذي العزيز كل مدينة تحررت من داعش تحررت من الإرهاب، هل تحررت من الإرهاب نهائيا وماذا عن الخلايا النائمة؟ طبعا خالد يسلم، إبراهيم إدريس يقول الإبداع العراقي حاضر في كل مكان، وسام جمعة يسلم أيضا، حيدر منعم يقول الموصل بذمة الحشد. أي خلينا نناقش هاي القصة، هذا نقاشنا الأخير حتى نختم. الموصل بذمة الحشد، هل يعني إحنا تطرقنا إلى أنه هل تدعو الفرقاء إلى السياسيين المحررين أو إلى آخره القوات على الأرض إلى الذهاب إلى هذا الاشتداد في المعارك؟ هل هناك حقيقة واقعية لتحويل الحل السياسي إلى حل واقعي مجرد كلام عن مصالحات وطنية بدون نتائج؟ أنا ذكرت يعني أنه أحس عندي إحساس، ولو يعني طبعاً كثير من الأشياء خذلتني، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي عنده حل معقول في الهاتف. المخاوف مثل ما ذكرت أن الحشد راح تحشد متطور من المتطوعين لقضية أساسية، وهذه القضية احترمها وأقدسها،
وخاصة وأن الحشد في معركة الموصل صار حشد متعدد الأطياف، يعني مساهمين بالسنة والشيعة والمسيحيين، هذا عنصر. خوفي من أن الحشد تحول إلى قوة سياسية طالب بالثمن فيما بعد الانتصار وتريد حصتها بالسلطة كحشد وكقوة مساهمة، هذا أشوفه يعني من الأشياء اللي تخوفني. وأن استعراض هذه القوة فيما في فترة السلام أصور فشيء يخوف. لكن أعتقد تماماً أنه الحوار يكون، وأتمنى أن يكون هذا الحوار مع في جو دولي، في جو دولي، في جو تداخل دولي وأقليمي، بس في أساسه عراقي، أن يوصل إلى حلول حقيقية لما بعد قضية الموصل. والمسألة بسيطة جدا، أن الاستفتاء هو اللي يقرر الأشياء، نستفتي أجواء مدينة الموصل وأهل مدينة الموصل، ما هو الحل اللي يريدون بالضبط، كيف، هل يقبلون بوجود الجيش الرسمي، هل يقبلون مع الحشد أو بدون الحشد، هل يقبلون بأنه يكون هناك نوع من الشراكة والتعددية، تعددية في أخذ المسؤولية في تدخل الموصل، هذا لما بعد، لما بعد داعش. هل يريدون أنهم شكل من أشكال الإقليم، هذا هم يقررون سكان مدينة الموصل. وأعتقد أن الناس تماما يعرفون مصالحهم، يعرفون مو تماما لكنه مع توعية بمخاطر هذه القصة وشو هي السلبي والإيجابي في هذه القصة، أعتقد الناس يقدرون يأخذون قرارهم. أنا عندي ثقة بأن العراقيين في الانتخابات يكونون أعقل ما يمكن. صحيح أن كل واحد في الانتخابات السابقة انتخب طائفته وانتخب اسمه، ولكن هي هذه القوى الموجودة حاليا وفي جو من التوتر وما يشبه الحرب الأهلية، كل واحد يحتمي بالطائفة اللي بيها، ولكن نقدر لكن أحس أنه شكل الحكم اللي موجود حاليا بسيطة حاليا، الموصل كانت الاختبار إلى وخاتمة لأن الشكل الطائفي للحكم أثبت فشله إلى حد بعيد. شكرا جزيلا الروائي العراقي زهير الجزائري. أنا أشكركم هسه، شكرا جزيلا. إحنا راح نودع سين، أنا بس أودعك وخلي أكمل وياكم أصدقائي. يعني بصراحة يعني حبيت إنه يكون أكو فد شيء مباشر بين الناس وبين وبين أنا أعتبره واحد من الكنوز العراقية، وممكن إنه نسمع من ناسنا ومن أهلنا عن تصوراتهم عن الوضع، وأيضا نأخذ فكرة أخرى. ربما السوشيال ميديا هي ما توفر بهذا الحجم، توفر إنه لقاءاتنا بهذه الناس، إلا اللهم اللي يريد يروح. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ديدي، أهلا وسهلا فراس وسام. أنا آسفة شوية ما تفاعلت وياكم لأنه شفتوا الحوار كان يتطلب حتى نجيب لكم المعلومات. الصوت ممكن انه اللي يريد يراجع اللقاء من البدايه ممكن انه يسمع المقابله باستخدام هيدفونز. انا كنت وياكم من واشنطن في زياره لمجموعه ايام، ومن حسن حظي انه التقي في الاستاذ زهير الجزائري وانه نتمكن أن نسوي هذه المقابلة أونلاين ومباشر وياكم. زين، إذا اللي قال أستاذ زهير أنا ممكن أن راح ألخصه، تكلم عن أن جنة الفاسدين هو البلد غير المستقر، وتكلم عن أن الأدب العراقي اللي جاي يدخل بقوة عبر الأسماء الروائيين والكتاب العراقيين التي ذكرت واللي موجودة حاليا وتشغل تقديم القصص أو الحياة العراقية من فترة الستينات إلى وحتى اليوم.
الموضوع الآخر أنه تكلمنا عن محور الفساد وتكلمنا عن محور الإرهاب، تكلمنا عن محور قصة ما بعد داعش، وهل أن الحل يكون أيضا عبر فقط الحرب أم أن الحل يكون في طريق طرق بس عبر استخدام طرق أخرى من بينها الحل السياسي. الحل السياسي اللي ممكن يتم التركيز عليه هو عبر عدم تقبلنا لاحتواء واحدنا الثاني، مو شرط انه احنا لو نتحارب، لو حبايب قلب على قلب، لو ناس تقتل بناس. اكو حل اسمه انه ممكن انت قاعد ببيتك وانا قاعده ببيتي واحنا جيران ما متفقين مع بعضنا، لكنه اهلا بيك كريس. زين، اذا انا ما اريد اطول عليكم. للمتابعين اتمنى متابعه حلوه كانت، وكانت معلومات حلوه حصلناها اكسكلوزيف في هذه الصفحه. شكرا جزيلا لكم، مع السلامه.